عبدوش نمشي 17 خايفين وقلقانين قبل ما تخرج النتيجه بصح دعينا ربي سبحانه وتوفيق كان من عنده وكان عندنا ثقه في ربي سبحانه وفي توفيق تاعو. الرحمن الرحيم، الحمد لله، اسمي مايا عكروم، جبت البكالوريا شعبة رياضيات معدل 17.26 والحمد لله فرحت دارنا فرحت عيلتي. كنا شويه خايفين قبل ما تخرج النتيجه. والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي من علينا بهذه النعمه اثر تحصلي على معدل 18.17 شعبة رياضيات، متمدرس في ثانوية مصطفى بن بولعيد شريعة. أشكر كافة الطاقم الإداري والتربوي من المدير حتى المشرفين التربويين على جميع الجهود التي بذلوها معنا في طوال السنة الدراسية أو طوال السنوات الدراسية الثلاث في المدرسة. وأشكر جميع أفراد عائلتي خاصة أمي التي رافقتني طوال السنة الدراسية ماديا ومعنويا، وأهدي هذا النجاح إلى أبي رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، عبيدة غيان، متحصلة على معدل 16.33 بثانوية مصطفى بن بولعيد شعبة رياضيات. أقدم هذه المجهودات إلى كل من والدي، أقدم تحياتي إلى كل من أساتذتي الكرام الذين حرصوا على تقديم المساعدة لنا والتكفل بكل مجهوداتنا. إن شاء الله سيطرة. أنا تلميذ عبيدة إياد شعبة الرياضيات المتمدرس بثانوية القطب السكني الجديد، تحصلت على معدل 16.67 بتقدير جيد جدا. أود الشكر أن أقدم الشكر لكل من ساهم في هذا التفوق، والحمد لله الذي وفقني للحصول على هذا المعدل. هيا نشكر فضل ربي هو الأول، ونشكر هي اللي فرحتنا، ونشكر الأساتذة متاعتها، وربي يفرحكم إن شاء الله ويفرحكم. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.